مرحبا بحضراتكم في آخر فقرة، بس قبل ما أبدأ عايزة بس أقول حاجة. يعني خلينا دايما عندنا أمل ودايما مقتنعين إن إحنا نقدر، وعندنا الكوادر اللي تخلينا نقدر إن إحنا نوصل بجد لدولة متقدمة كمان وفقا يعني نتكلم هنا على الاختراع أو كمان البحث العلمي. بس هو هيبقى في حاجة أو هتفضل حاجة كده صغيرة في الآخر، هي فكرة إن الموضوع يتطبق على أرض الواقع. يعني عندنا شباب وعندنا فكر وعندنا اختراعات بتتم على أرض الواقع ولكن لا تطبق بشكل فعلي. على كل حال خلينا نرحب بمخترعين مصريين شباب، وهنفهم طبعا زي ما حضراتكم دلوقتي هتشوفوا الجهاز اللي قدامنا ده ايه بالظبط، ويعني بيشتغل ازاي وكل حاجه. يمكن احنا حبينا ان احنا ندخل هوا بعد ما يكون جاهز علشان كمان حضراتكم تشوفوه على ارض الواقع بصوره حقيقيه. بس خليني في البدايه ارحب بالمخترع المصري باسم فايز، هو مخترع روبوت مقاتل اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي. مساء الخير، اهلا بيك. ومحمود الملكي، انت مخترع عليه تكييف مفروض بيغطي جسم الإنسان، ده شيء هيبقى هايل جدا بالنسبة للصيف عندنا. يعني الصيف والشتاء أثناء إيه؟ الصيف والشتاء. الصيف والشتاء يعني ممكن سخن وساع. لا ده كتير والله، ده كتير. طيب لو تسمحوا لي، انت فايز انت عايز تظبط شويه حاجات، فانا هبدا مع محمود لغايه لما انت تبقى جاهز، عشان عايزين نشوف بقى ده بيتعمل ازاي بالظبط. محمود اشرح لنا تكييف هيغطي جسم الانسان كله سواء في الشتاء او في الصيف، ويعني هنحس ان احنا كده في طراوه زي ما بيتقال، ازاي؟ تمام، هو احنا هنحس ان احنا في طراوه، لكن هو مش هيغطيه بمعنى هيغطيه. يعني خلينا نتكلم بس في جزئيه، مش حاجه هتتلبس يعني، مش حاجه تتلبس لا. يعني هي الفكره كلها بناء على ان هي في شمسيه اللي احنا بنستخدمها، هي الفكره زي الشمسيه بالظبط، ولكن هي شمسيه غير ممسوكه، بتحكم فيها عن طريق ابلكيشن من الموبايل. في كده ابسط مثال الطياره، اللعبه بتحكم فيها عن طريق اللي هو الار سي ريموت كنترول. فهي الفكره كلها دي عباره عن جسم طاير بيمشي في يعني خلال فتره الصيف، بيحمي الشخص من الشمس ووفر له مكيف. بيبقى تراكنج للشخص وبيحميه من شده البروده في ده طبعا في فصل الشتاء، وبيوفر له سخن. طبعا احنا عندنا اول 10 دول بتعاني من درجه الحراره دول الخليج العربي، فده هيبقى عامل هو مصر بتهيألي بقت منهم يعني. ومصر طبعا. طبعا ده هيبقى مجرد فيرجن. طبعا الفكره مستوحاه اصلا جت من كان في بنت ماسكه شمسيه كانت حرانه، فانا كنت طبعا في الحران جدا، ف يعني خدني الموقف، فكنت عايز يعني سالتها ازاي كده؟ ما سالتهاش لا خالص. انا يعني شفت ان هي ماسكه شمسيه وعملتها هواء نفسها حرانه. يعني الشمسيه مش عامله دافع قوي ان هي تمشي في الصيف ده. فقلت طب هم اخر تقنيه وصلوا لها ايه في الموضوع ده؟ بدات ابحث وبدات ادور، والحمد لله يعني وصلت لنقطه ثابته. انا الحمد لله محقق بالبروجكت ده، انا عامل فيه بروتوتايب بنسبه 70% ومحقق بيه 3 مراكز على مستوى العالم، واخد فيه مركز اول على مستوى العالم في معرض روسيا، وتاني في تايلاند وتاني في كوريا. بس لسه بقى منتظرين ان احنا نكمل ان شاء الله النموذج النهائي، وده ان شاء الله يكون قريب لان انا شغال في الجزء الاخير دلوقتي. طب محمود انت مش جايب اي صور اي فيديوهات يعني؟ جايب. طب يا جماعه الحاجات جاهزه لو نتفرج. شباب طيب طب اشرح لنا بقى يا محمود، اشرح لنا هنا. تمام، هو انا كنت جايب حاجه انيميشن كمان يا ريت كانت تتعرض، دي حاجه بتوضح. طبعا ده الدرون، هي ابسط مثال الاجسام الطايره اللي هي لو بنتفرج على ماتشات بنلاقي جسم طاير كده بياخد تراك للكوره. هي الفكره جت من هنا ان ده جسم هيطير، بس هي الفكره كلها في الهواء، ازاي انا هقدر اخلي الهواء ينزل على الهيد والبادي بتاع الشخص بحيث ان هو فعلا اوريدي هو في مكان مكشوف ما يتاثرش بدرجه الحراره. يعني بعكس. هتبقى زي درون فوق راسنا، فوق راس كل واحد بيعمل هواء سواء سخن او ساقع. ديزاين معين، الديزاين دوت مخليه مفيش شمس، بيحمي من الشمس زي نظام الشمسيه بالظبط، بلس ان هو كمان بقدر اخد منه هواء بينزل على الهيد والبادي. بس حاجه زي درون فوق راسنا ممكن تعمل دوشه، ممكن دي تحديات بقى واجهتني. تحديات كتيره جدا واجهتني. الباور هيقعد قد ايه؟ دي كانت مشكله كبيره جدا برضه. طب افرض انا وانا ماشي دلوقتي هيمشي وراك ولا قربت من حيطه؟ لا قربت من حيطه مثلا وهيخبط في الحيطه. ايه اللي هيحصل؟ انا مزود البادي ده بسنسورز بحيث ان هو مثلا لما بيجي يدي يقرب من حيطه بيدي الارم ويرجع تاني. يعني معلش البني ادم قام مثلا الدرون فوقيه او التكييف ده فوقيه وقام يتمشى، هو يعني هيمشي معاه؟ انا تراكنج هو تراكنج البيرسون يعني نفسه بالظبط. ده كونكشن معمول بين بتحكم فيه عن طريق الابلكيشن ده بالجي بي اس بتاع الدرون. طب ليه ما جبتوش معاك يا محمود؟ والله هو الاجسام كانت تبقى حلوه دي. الاجسام دي ممنوعه للاسف جدا في مصر، اي جسم طاير ممنوع يعني. ده كان قرار مجلس وزراء، فاحنا بنحاول دلوقتي ناخد التصريحات الامنيه علشان نقدر نمشي بيه.
بس يعني انا شايف ان هو ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه جدا وهو مش مكلف. يعني انا يمكن عملت دراسه جدوى كمان على المستوى الشخصي مش هيبقى مكلف. في دايما ناس بتبقى ستي في الشارع زي عساكر المرور وعمال النظافه، الناس اللي هي بتعتاد الشارع دي هتبقى حاجه مهمه جدا جدا ليهم. فاي ثينك ان هي هتبقى حاجه مهمه. طب ما حد ممكن يعني يجي يقول لك يعني الموضوع مش محتاج اختراع مراوح اللي هي عارف كان في مراوح اللي هي بتبقى بلاستيك دي وبتلف، ممكن حد يلبسها في ايده وممكن تتحط تتعلق زي المروحه. بص حضرتك، هو انا لحد دلوقتي مسجل 5 مرات اختراع. ما احنا عايزين نفهم الفرق، انا مش بقلل المشروع، انا عايز افهم. بدات بحاجه كبيره جدا في الاول كانت حاجه عسكريه تمام، وحاجه كانت مهمه جدا ودخلت فيها جيش وعملت فيها حاجات كتيره جدا جدا واخدت فيها مراكز كتير. ولكن الفكره كلها انا شايف ان الحاجات البسيطه هي اللي بنطلع من خلالها. ان انا مثلا اقول انا طب ده مش نافع، ده مش كويس، لا انا هعمل حاجه بديله ليه، لا انا اكمل فيه الاول واشوف رد فعل الناس. انا شايف على فكره انا طلعت في قنوات كتير قبل كده برضو ويعني شافوا رد فعل الناس، لقوا الناس يعني في فكره جديده وفي حاجه ممكن يستخدموها تبقى حاجه. ما تفتحوا لنا التليفونات يا جماعه، عادل افتحوا لنا التليفونات كده نشوف راي الناس ايه، برضو اللي بيسمعونا دلوقتي شايفين الافكار دي ازاي، شايفين ممكن ان هو يتطبق ولا لا، هيشتروه ولا لا لو اتباع عندنا في مصر. خلينا نعرف كده برضو الناس ونتواصل معاهم نشوف رايهم ايه في الموضوع ده. طيب